قسما بالله انا بالنسبه لي يا عندي التلفزيون خربان والغساله خلصت من هالمشكله هذه. ان شاء الله كل يوم بدك تعطيها الكهربائي وتحديدا عن طول كريم. احنا يعني كاهل بلد ما اعتقدش انه راح يكون في حل قريب لهي المشكله. في الدول المتخلفه ما بتنقطعش فيها الكهرباء، احنا في طول كرم بنعاني من مشكله الكهرباء من 10 سنين تقريبا. والله يعني الناس انجنة راح تنجن الناس حتى تعال الكهرباء، اول شيء حر الدنيا. قسما بالله انا بالنسبه لي يا عندي التلفزيون خربان والغساله خلصت من هالمشكله هذه، واليوم دعيت عليك اللي كان السبب. والحسبي الله ونعم الوكيل عليهم. يعني شوم يعني قاعدين على كراسيهم متنعمين ومبسوطين على تحت الكوندشينات وتحت الاسقال، واحنا قاعدين بالحر نحط مي على روسنا بس والثلج على روسنا. يعني معضله كبيره للبلد، للاقتصاد، للسياحة، للناس الغربية بيدخلوا على المحلات بيشوفوا فيش كهرباء، يعني بتضمروا، بروحوا على مدن ثانية يتسوقوا، يعني فيش كهرباء، فيش حياة، فيش اقتصاد، فيش صحة. الكهرباء مرات بتنقطع في الساعات الكهرباء، ومرات يوم كامل بتمرق من الشارع من هون من أصوات المواتير والضجة والإزعاج. المواتير لما بتشتغل يعني الواحد ما بيعرفش يحكي مع الزبون. طول كرم بتعاني بهاي المشكله من سنين، اكثر من 10 سنين. كل سنه كان في عودات خاصه بفصل الصيف. حتى اللجنه اللي كانت قبل للتامين على البلديه قبل هاي الموجودين حاليا كان في وعودات، بس للاسف فيش شيء تتحقق على ارض الواقع. واحنا بنطالب انه بدنا كهرباء، احنا كمواطنين ما بيعنينا انه الكهرباء من اسرائيل، من الحكومه الفلسطينيه، من البلديه، بدنا كهرباء. احنا الكهرباء بندفع حقها مسبقا، بنروح ندفع مصاري بعدها بنجيب الكهرباء، فبدنا حل هاي المشكله. ارحموا ما في الارض يرحمكم ما بالسماء، ارحموا العالم، ارحموا البشر. كفي عاد، كفي.